السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايلكم النهاردة بوصفة جديدة، وهي أومليت البطاطس مع البيض. أكيد كلنا زهقنا في السحور ومن الفول ومن البيض، الأومليت العادي واللي بنعمله في البيت عادي، فقلت بقى إيه نعمل حاجة جديدة كده تنفع في السحور وتنفع إن شاء الله بعد رمضان في الفطار أو في العشاء. هي وجبة خفيفة وبسيطة جدا، عبارة عن 2 قطع من البطاطس الوسط مبشورة على العين الكبيرة بتاعة المبشرة، تمام، مبشورة كده على العين الكبيرة بتاعة المبشرة، ومعايا 2 بيضتين، ومعايا ملح، فلفل، كمون، ودول شوية جبنة رومي عندي. ممكن طبعا نستبدلهم بجبنة شيدر أو جبنة موتزاريلا أو نميكس الجبن مع بعض، ودول 2 معلقة كبار من الدقيق، وهستخدم زيت وقطعة صغيرة من الزبدة، تمام. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. الموضوع بسيط جدا وسهل. اول حاجة انا هحط البطاطس كلها معايا في الطبق كده، بعد كده هحط عليهم البيض، تمام. بعد كده انا هحط الملح والفلفل وعليهم 2 معلقة الدقيق، هقلب بقى كل ده كويس جدا. تمام كده انا قلبتهم كويس جدا. هحط كمان بقى رشة الكمون، رشة الكمون بتديها ريحة حلوة جدا، وكمان البطاطس انا بحس انها يعني الكمون معاها بيبقى طعمه جميل. طيب تمام، انا كده هروح على الطاسة وهوريكم هنعملها ازاي دلوقتي. انا هي هنا حطيت حتة الزبدة ومعاها شوية زيت، معلقة زيت بالظبط. بعد كده هنزل بالبطاطس. انا هو حطيت البطاطس كلها وفردتها كويس جدا في الطاسة، وهسيبها بقى انها تستوي من ظهرها وتاخد اللون الذهبي. اول لما تاخد معايا اللون الذهبي، انا محضره هنا جنبي طبق، شايفين زي الطبق ده كده مثلا، او طبق ينفع قبل ما نعمل الوصفه دي نشوف اذا كان هو مكفي الطاسه او الحاجه اللي بنستخدم فيها ولا لا، علشان هنقلبه فيها هنا الاول وبعد كده نرجعه على الطاسه تاني علشان نتفادى ان هو ممكن يتقطع مننا او يفك مننا. فبنقلبه هنا وبعد كده نرجعه على الطاسه تاني على طول، فبالتالي هيبقى ايه مظبوط معايا ومش هيفك خالص مني، واتفادى خالص ان هو يتقطع او يحصل له اي حاجه. اول ما ياخد اللون الذهبي انا هوريكم شكله بعد ما اقلبه. اهو اول ما اعمل بالشوكه كده واشوف ظهره احس ان هو احمر ومسك نفسه زي ما احنا شايفين. بصوا يعني انا بحرك كده اهو، بيتحرك كل قرص معايا واحد، وهبص كده بالشوكه خفيف خفيف كده على الظهر اهو، الاقيه احمر بالمنظر ده كده هعمل ايه. زي ما قلت انا محضره طبق هنا اهو جنبي، هوطي العين خالص اهو واحط الطبق كده وهقلبه. اول لما هقلبه هوريكو شكله عامل ازاي. تمام جدا، انا كده اهو قلبته على الناحية التانية بنفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها، حطيت الطبق وقلبتها. طبعا نبقى واخدين بالنا ان الطاسة بتبقى سخنة جدا، فنكون ماسكينها بحاجة يعني ما نمسكش ما نحطش ايدنا خالص، تمام. ودلوقتي بقى انا هعمل ايه، هجيب الجبنه واحطها كده على الوش وهوطي العين خالص واسيب الجبنه تسيح. اهي شويه الجبنه كده انا هحطهم على الوش بالطريقه دي. طبعا حته الجبنه دي ممكن عادي ان احنا نستغنى عنها لو احنا مش حابين، وزي ما قلت ممكن نستخدم جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، او نعمل ميكس جبن، مفيش مشكله خالص. انا كده هوطي العين وهسيبها شوية الجبنة تسيح وتستوي كمان كويس جدا من تحت، وهوريكو شكله في الاخر. ده اهو شكل الاومليت بعد ما خلصته. طبعا اللي بيبقى حابب يسيح الجبنه اكتر من كده اوكي، بس انا بحب احس بطعم الجبنه اكتر وهو كده. وزي ما قلت لكم طبعا ممكن نستبدلها بشيدر او موتزاريلا او ميكس جبن، مفيش مشكله خالص. ودي كانت طريقه اومليت البطاطس، يا رب تكون عجبتكم. ولو جربتوها وعجبتكم اكتبولي في الكومنت،
ولو عجبتكم الوصفات اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو دوت، وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.